بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع إحدى حلقاتنا في اللغة العربية في مجال فنون البلاغة للصف الحادي عشر. وحلقتنا اليوم بعنوان أسلوب الأمر وأغراضه البلاغية. هيا معنا أعزائنا الطلاب لنستعرض هذا الدرس. أعزائنا الطلاب، أولا وفي بداية ذلك الدرس يجب علينا أن نتذكر أن أسلوب الأمر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من هذا الأسلوب هو الأمر الحقيقي، وهو الأمر الملزم والمكلف على وجه الاستعلاء، والذي يقتضي وجوب تنفيذه وتركه يوجب العقاب، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالأمر هنا موجب التنفيذ أو واجب التنفيذ، وتركه يوجب العقاب، إذن هو أمر حقيقي لا مناص منه. وقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، فكل من يسمع هذا النداء عليه أن يعبد الله تعالى، وإذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى فسوف يقع تحت طائلة العذاب والعقاب، إذن فهذا الأمر أمر حقيقي. وقول المؤذن حي على الصلاة، هنا قول المؤذن حي على الصلاة أيضا أمر حقيقي، أي أقبل على الصلاة، وإن لم تقبل على الصلاة فسوف تعاقب على تركك لهذا العمل. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، هنا أمر حقيقي يلزم كل من أدرك والديه أن يحسن إليهما. إذن كل هذه الأساليب نسميها أساليب أمر حقيقية ملزمة وواجب تنفيذها، ولذلك نسميها أمرا حقيقيا. القسم الثاني من أسلوب الأمر وهو الأمر الخارج عن حقيقته، أي الأمر البلاغي أو الأمر المجازي، سياني كلاهما واحد، وهو الأمر الذي خرج عن حقيقة التكليف والإلزام إلى التعبير عما في نفس المتحدث من أغراض تفهم من السياق الذي جاء من خلاله الأمر. فنفهم ذلك من خلال قوله تعالى على لسان المؤمنين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هنا أفعال الأمر اغفر كفر توفنا هي كلها أساليب أمر، ولكنها ليست حقيقية، ليست ملزمة، حاشا لله تعالى أن تكون ملزمة له، ولكنها تعبر عما في نفس المؤمنين من دعاء لله تعالى. إذن هنا هذا الأمر أسلوب أمر مجازي أو بلاغي غرضه الدعاء. وأيضا قول الحكيم لابنه يا بني استعذ بالله، هذا أسلوب أمر ليس ملزما للابن، ولكنه جاء ليعبر عما في نفس الحكيم من نصح وإرشاد، فغرض الأمر هنا النصح والإرشاد. وقول الشاعر وعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحاد، هنا يخيره بين أن يقبل صديقه على ما به من عيوب أو أن يعيش وحيدا بلا أصدقاء. هنا جاء الأمر للتخيير، فالأمر هنا أمر بلاغي أمر مجازي غرضه التخيير. وأخيرا أعزائنا الطلاب، قول الشاعر أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل، هنا الشاعر يأمر قومه بأن يأتوه بخيلا كان بخله سببا في طول عمره، وأن يأتوه بكريم مات من كثرة كرمه. هنا الأمر هنا ليس للإلزام، ولكن الأمر هنا أمر بلاغي جاء للتعجيز، ليعجز الشاعر قومه عن أن يأتوا ببخيل طال عمرا ببخله. فالأمر هنا غرضه التعجيز. وعلى هذا أعزائنا الطلاب نستنتج أن لأسلوب الأمر البلاغي أغراضا عديدة، ومن أهم تلك الأغراض هو
غرض الدعاء. ومن أهم الأمثلة على هذا الغرض قوله تعالى: ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أما الغرض البلاغي الثاني هو غرض النصح والإرشاد، في قول الشاعر: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات. ففعل الأمر هنا ليس ملزما، ليس أمرا حقيقيا، ولكنه أمر بلاغي غرضه البلاغي النصح والإرشاد. الغرض الثالث هو غرض التخيير، وغرض التخيير هنا للتخيير بين أمرين، لتخيير السامع بين أمرين، في قول الشاعر: فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. الغرض الرابع من الأغراض البلاغية لأسلوب الأمر هو غرض الإباحة، أن أبيح الفعل لمدة معينة أو أبيحه بشرط معين، في كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا، هذا فعل أمر، ولكن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا الأمر مباح ولكنه بشرط، هذه الإباحة، هذه الإباحة أن يباح لك الأمر بشرط معين. طيب، والغرض الأخير من الأغراض البلاغية لأسلوب الأمر هو غرض التعجيز، وهو أن أطلب شيئا لا يمكن تحقيقه، في قوله أو في قوله تعالى للكفار المشركين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الآية، إذن فأتوا بسورة من مثله، هذا الأمر للكفار أو للمشركين لتعجيزهم لأن يأتوا بآية أو بسورة من القرآن، لأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بها، فهنا تعجيز لهم للدلالة على عظمة هذا القرآن العظيم. وتوكيدا لما سبق ودرسناه من أغراض بلاغية لأسلوب الأمر البلاغي، فإننا سوف نعرض لكم أمثلة أخرى لهذه الأغراض الخمسة التي درسناها لأسلوب الأمر البلاغي، وهي الدعاء، النصح والإرشاد، التخيير، الإباحة، والتعجيز. فمن الأمثلة الدالة على غرض الدعاء من أساليب الأمر البلاغية قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ومن الأمثلة الدالة على النصح والإرشاد قول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. هنا الأمر بلاغي للنصح والإرشاد. وقول الشاعر: فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني قراكم عن جميع المطالب. هنا الأمر أمر بلاغي جاء لغرض التخيير. وقول الشاعر: فقل ما شئت فيا فلي لسان مليء بالثناء عليك رطب. هنا أسلوب الأمر غرضه الإباحة، غرضه البلاغي الإباحة، أي قل ما شئت، قل ما شئت، تحدث عني ما شئت، يبيح له أن يقول عنه ما شاء. أما التعجيز فقوله تعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هنا الأمر مستحيل على الجن أن يفعلوه، أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، فهنا الأمر ليس أمرا ملزما ولكنه أمر بلاغي غرضه التعجيز، تعجيز الله تعالى لهؤلاء الجن الذين تكبروا على الله تعالى. والآن أعزائنا الطلاب، مع هذا التدريب ميز بين الحقيقي ومجازي فيما يلي من أساليب الأمر. المثال الأول، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا الأمر أمر حقيقي ملزم ومكلف، ولذلك هنا الأمر حقيقي. أما الأمر في المثال الثاني في قول الشاعر: وكن على حذر تسلم، فرب فتى ألقى به الأمن بين اليأس والوجل. لو لاحظنا الفعل كن على حذر، كن على حذر هنا
الفعل هنا للنصح والإرشاد، وما دام للنصح والإرشاد فهو أمر مجازي بلاغي. المثال الثالث في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب الرقاب هنا أمر حقيقي يلزم المسلمين عندما يلاقوا الكفار والمشركين أن يدافعوا عن أنفسهم ويضربوا رقابهم كما يضرب المشركون رقابهم، ولذلك هنا الأمر حقيقي. المثال الرابع في قول الشاعر: أحسد وإن لم تجز حتى بالثناء، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. معنى هذا البيت أنك عليك أن تحسن إلى الناس ولا تنتظر الجزاء. لماذا؟ لأن الغيث إذا وقع في أرض قوم لا ينتظر منهم الجزاء، وهذا أنت كالغيث. هنا أحسن أسلوب أمر بلاغي لا محالة، والغرض منه هنا النصح والإرشاد، هنا الأمر مجازي. وأخيرا الأمر في قوله تزوج بسينة أو أختها هنا للتخير، وما دام للتخير فإنه يعد أسلوب أمر مجازي. ومع هذا المثال نكون قد أتينا إلى نهاية تلك الحلقة من حلقات اللغة العربية في مجال فنون البلاغة، والتي كانت بعنوان أسلوب الأمر وأغراضه البلاغية. على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى من حلقات اللغة العربية في مجال فنون البلاغة. نترككم في رعاية الله وأمنه، نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.